اهلا وسهلا. استنى الله الله يهنيك. استنى عيد او لا. اهلا وسهلا بحضرتك. الله يهنيك. خير ان شاء الله. بص انا احب بس تدخل في الموضوع على طول. ايوه وابقى دغري كده وعلى الصراحه. حلو. بص انا خدت ابنك. أيوة. وخرجت معاه واكلته وشربته وعزمته وفسحنا وسالت عليه في المنطقه وعرفت يعني ان هو واد محترم كده وما بيبصش بره. والصراحه برضو لما كنا في السيمه كده ولا بص كده ولا بص كده ولا بص على واحده كده، فانا قلت هو ده ابن الاصول اللي هيعيش معايا العمر كله وهنرتاح نرتاح مع بعض. انا من الاخر كده على الدغري انا عايزه اتجوز ابني من غير ما اعرف اي حاجه عنكم يعني وكده. انت شايفه ده صح يعني عادي؟ يا باشا حضرتك شوف انت عايز تعرف ايه وانا اعرفهولك. ماشي. طب صلي على النبي. انا بابا عنده ورشه وشغاله معاه فيها. ماشي. طب صلي على النبي. السلام. اتفضل. عايزين الاول لحضرتك، عايزين طبعا القايمه والشقه كام اوضه وصاله والحاجات اللي هي التفاصيل يعني اللي حضرتك تؤمر بيه عشان عيون العسل بس. طب وانت جايه حضرتك؟ هروح شنطتي بس. طب انت حضرتك جايه كده من غير ابوك ولا اي حاجه؟ ماشي عادي يعني؟ ماشي كلامك عليه؟ انا راجل، انا راجل نفسي ما يغركش يا ست وكل حاجه، بس عيب يعني. انا ست. شوف انت يا باشا عايز اي حاجه بس وانا عشان عيونه عاديه. وبعدين انا سامعاه بيقول لك انا هروح بشنطتي. ايوه بشنطتي. هاتوا بشنطته يا عم وانا اجيب له اللي هو عايزه. يا ابني ب 150. ايوه ب 150. ماشي بس مش هنكتب اي حاجه بتتكسر. قول. الحاجات غاليه مش انت اللي جبتها يا بابا؟ انا جبتها. ما انت خرجت معايا من غير ما تقول لي. ما هعمل ايه؟ حاجات غاليه بيقول لي. ضحكت عليا. ضحكت عليه. لزوم التعارف يا باشا. اه معلش. وبعدين حاجات غاليه حاجات رخيصه ما بتتكسر على دماغتنا في الاخر. عارف طالما موافق هتيجي في يوم تشتكي لي مش هرحمك. ماليش دعوه بيها. خلاص انا موافق وما تكسفنيش بقى. خلاص العريس موافق يا باشا. طب مين اللي هيتغرب بقى؟ انا اتغربت؟ انا زغرت.